ناخد من هناك زميلتنا نادين تيسير عشان نعرف منها الجديد داخل النادي. يا نادين اهلا بيكي، نهارك ابيض. صباح الخير زميلتي العزيزة إنجي يحيى، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الزمالك في كل مكان. من هنا من نادي الزمالك وجولة رياضية جديدة من جولاتنا الصباحية، والنهاردة في فقرة نبض 100 عقبة هنتكلم عن كرة القدم، وطبعا عايزين نقول كل التوفيق لفريق نادي الزمالك في ظل ضغط المباريات المستمر عليه سواء طبعا محليا أو أفريقيا. ضيفنا النهاردة هو كابتن أحمد السيد المدرب العام لفريق 2003 داخل نادي الزمالك. برحب بيك يا كابتن أحمد، صباح الخير. مرحب بك يا انجي، وبرحب بالاستوديو وجمهور نادي الزمالك، صباح الخير. كابتن، في البداية عايز أعرف رؤيتك الفنية لمواجهة المريخ السوداني طبعا يوم الجمعة المقبل. طبعا مباراة صعبة جدا، محتاجين ان احنا نحقق 3 بونت في اسرع وقت ممكن من الجيم، مش عايزين نصعب المباراة على نفسنا. طبعا احنا اول مباراة ما كانش فيه توفيق، لكن ان شاء الله ماتش سموحه هيكون بدايه جيده للماتش الافريقي اللي جاي بتاع المريخ. مباراه صعبه هتكون في ليبيا، ملعب صعب وملعب ضيق. المريخ فريق قوي على المستوى الافريقي والمواجهات معاه بتكون صعبه دايما، خاصه يعتبر المباراه برضو خارج ارضنا في ليبيا كاننا بنلعب في السودان. لو استغلنا الاخطاء اللي المريخ بيقع فيها هنقدر ان شاء الله نخلص الماتش، خاصه في الجانب الدفاعي عندهم مشاكل ناحيه الباك ليفت والسنتر باكين اللي بيلعبوا ورا. فلو استغلنا الاخطاء دي وعدم التمركز الجيد من مدافعين المريخ ان شاء الله نقدر نخلص الماتش يعني. طيب ازاي كوتش فيريرا يواجه المريخ السوداني خططيا؟ والله الطريقه طبعا الانسب بالنسبه للفريق اللي لعبنا بيها ماتش سموحه، التكتيك اللي هم متعودين عليه طبعا مع مستر فيريرا الفتره اللي فاتت. فاعتقد ان احنا دايما لازم نستغل الاطراف ولازم نستغل زيزو كويس جدا ناحيه اليمين، وسيد نيمار المباراه اللي فاتت اشتغلوا كويس جدا، وان شاء الله نشوف سيف جعفر في نص الملعب ممكن يمد اللعيبه زي الماتش اللي فات بكور اسيست كتير في العمق على الاطراف، رؤيته كويسه للملعب والفيجن بتاعه كويس جدا، وان شاء الله يكون في توفيق باذن الله ونقدر نحقق الفوز بسهوله باذن الله. طيب كابتن احمد، الفريق وصل النهارده الصبح ليبيا، طبعا قائمه الفريق بتشهد عوده عمر جابر بعد تعافيه من الاصابه، شايف ده تاثيره ازاي على الفريق؟ طبعا هيكون مفيد جدا، معايا باك رايت خبره او نص ملعب ممكن يلعب في اي مكان في نص الملعب او باك رايت عمر. طبعا ابن نادي الزمالك عنده خبرات كبيره سواء على مستوى المحلي او المستوى الدولي او منتخب مصر، فان شاء الله تكون عوده موفقه ليه ويقدر يفيد بيها الفريق يعني ان احتاجنا ان شاء الله لتواجده ومشاركته في الجيم. طيب يعني على العكس برضو فتوح طبعا النهارده هيكون مش جاهز لمواجهه المريخ السوداني، عايز اعرف برضو ده ازاي تاثيره على الفريق في مواجهه المريخ السوداني ان شاء الله يوم الجمعه. ان شاء الله ما يكونش في تاثير، وان شاء الله لو في حد غايب اللي هيعوضه يكون نفس الاداء ونفس الجوده، ولاعيبه نادي الزمالك كلها المفروض ان هي مستوى واحد، احنا بنلعب على دوري وبنلعب على بطوله افريقيا، ونادي الزمالك دايما بينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها، فبالتالي المفروض كل اللعيبه اللي عندي العناصر المتوفره تكون كلها نفس الجوده في الاداء يعني. ان شاء الله لو عبد الله جمعه هيبدا، لو عبد الشافي ممكن يبقى في فرصه، طبعا ده ماتش ممكن يحتاج كابتن عبد الشافي خبره كبيره، فان شاء الله مستر فيريرا يقدر يتوفق في اختياره يعني. طيب كابتن، يعني احنا طبعا عارفين ان المواجهه هتكون في ليبيا مش بلد الفريق السودان، عايزه اعرف ده هيكون عامل يساعد فريق نادي الزمالك على المواجهه دي ولا لا؟ والله هو ممكن يكون عامل ضغط وممكن يكون عامل مريح شويه بالنسبه لي، بس اعتقد ان المباراه سواء في ليبيا سواء في السودان هتكون بنفس الصعوبه، مباراه خارج ارضي، ارضيه مش متعود عليها، الملعب ممكن ما يكونش واخد على ابعاده، فبالتالي اللعيبه لازم تدرس الملعب كويس. طبعا الى جانب ان احنا لازم ندرس المريخ كويس جدا سواء الخط الهجومي او الخط النص او الخط الدفاع، بحيث ان المباراه تخلص في تفاصيل صغيره يعني ان شاء الله. طيب يعني لو هتدي رساله للاعبين طبعا قبل المواجهه هتكون ايه؟ روح قتاليه على اعلى درجه، ده اللي احنا محتاجينه. محتاجين ان احنا الفتره دي تركيز تام، ما فيش اهدار للنقط. الفترة اللي فاتت عدينا بكبوات الحمد لله قدرنا نخرج منها في ماتش سموحة، طبعا ده نتيجة ضغوط كبيرة بتتمارس على النادي، فأتمنى ان اللعيبة تكون حاسة بالموقف اللي النادي فيه وان واللي الفريق فيه، وان الجمهور محتاج قد ايه الفوز، خاصة ان ده هيكون اول فوز لينا في افريقيا. محتاجين ان احنا نرجع في بطولة افريقيا ونثبت وجودنا في افريقيا، لان الزمالك
فريق حقق بطولة أفريقيا على مدار سنين طويلة يعني. فإن شاء الله إن شاء الله اللعيبة تكون نازلة ويكون عندها حماس المطلوب للمباراة دي. طيب كابتن، اخيرا لو هتدي رساله لجمهور نادي الزمالك، طبعا هم عنصر اساسي في دعم الفريق، هتكون ايه؟ بالتاكيد جمهور اهم عنصر في الفريق، هو اللاعب رقم 12. جمهور الزمالك جمهور عظيم، بيقف ورا فرقته في كل الازمات قبل الحاجات الكويسه، وده اللي احنا بنستناه من الجمهور. والجمهور اذل الفريق في ماتش سموحه، وطبعا ده كان ليه نتائج ايجابيه كتير جدا. واتمنى دايما يبقى في دعم من الجمهور ان شاء الله للفريق، بحيث ان الفريق يقدر يقف على رجله في الفتره الجايه بطريقه افضل بكتير ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن احمد لوجودك معانا في نهارك ابيض النهارده، شكرا ليك. تحياتي يا نادين، شكرا. شكرا زميلتي العزيزه انجي يحيى، ده كان لقائنا من داخل نادي الزمالك مع كابتن احمد السيد المدرب العام لفريق 2003 بنادي الزمالك. وطبعا بنقول كل التوفيق لفريق نادي الزمالك في كل القادم من المباريات. والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو.